المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم من الهامش نايل جلسبة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتسبحات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد أكيد الهامش نايل. الغوسيل ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون إن شاء الله وصفة مختصة بخصوص تبييض الوجه وتبييض اليدين في مدة وجيزة وسريعة، وصفة تحفة ان شاء الله. كل من جربتها غادي تولي هاد لاغوسيت من المفضلات ديالها وما غاديش تبقى تستغني عنها. فنتمنى هاد الفيديو تبارطاجيه يوصل بزاف ديال الناس واحد اخرين باش يستافدوا منه، ما كي يعتمدش غير على التبييض فقط، وانما كيعتمد حتى على علاج التجاعيد. غنستخدموا فيه ان شاء الله صفارة البيض اللي كيعالج التجاعيد مهما كانت الحده ديالها. فنتمنى فيديو اليوم ينال الرضا ديالكم وتعملوا له بيك لايك باش هكذا تزيدوا تشجعونا ان شاء الله على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه. قبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه اللي هما سهلين مهلين، فقط ثلاثه ديال المكونات. حاولوا تتابعوا الفيديو منذ بدايته الى نهايته باش تفهموا التفاصيل ديال لاغوسيت وتفهموا حتى يعني المكونات ديالها والشرح ديالها كما كنقولوا اون ديتاي. فكما قلت لكم قبل ما نمشيو نتعرفوا على المكونات، بغي نرحب بكم، نقول لكم مرحبا والف مرحبا الا كنتوا اول مره كتزوروا هذه القناه. فما تنساوش الاشتراك في القناه مع تفعيلكم زر الجرس، مع انكم تخليوا تعليقات اقتراحات استفسارات اسئله ديالكم كل ما كيتعلق بكم في لي كومونتير. وبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، الطريقه ديال التحضير ديالها والطريقه ديال الاستخدام والاستعمال ديالها كذلك. فاول مكون غادي نحتاجوا له في هذا لاغوسيت، غادي نحتاجوا هنايا واحد صفار بيضه، صفر ديال البيض سواء البيض البلدي ولا البيض العادي اللي توفر عندكم استخدموه. غادي نحتاجوا هنايا القهوه سريعه الذوبان اولا القهوه حبيبات على حساب حتى هي المتوفر، ممكن تاخذوا القهوه ديال العبار اولا القهوه التركيه حتى هي مزيانه. وغنحتاج النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا، هادو هما ثلاثه المكونات فقط. هاد الوصفه كتعالج التجاعيد، كتعالج البقع السوداء، النمش والكلف، ليطخاس، الحبوب، كل المشاكل وكل العيوب كتعالجها هاد لاغوسيت، لانه فيها ثلاثه ديال المكونات ولا اروع. لا بخصوص علاج التجاعيد، لا بخصوص الهالات السوداء، لا بخصوص يعني دوك البقع البنيه اللي تخاصف، جميع المشاكل ان شاء الله غتحلهم بواسطه هذه الوصفه. داكشي علاش قلت لكم تحفه، وان شاء الله كل من جربتها غادي تحبها وغتولي من يعني المفضلات ديالها. فندوزو لطريقه التحضير باش هكذا ما نطولش عليكم اكثر. فبسم الله غادي ناخذ كميه مناسبه من القهوه، غاديش نضيف كميه كثيره بزاف. غادي نضيف كميه من النشا كذلك، وغادي نخلطوا الكل. وغادي نضيف يعني كميه اخرى من النشا، كنبقاو كنضيفو حتى كتجمع لينا الوصفه مزيان. بعد ما كتجمع يعني كتصبح بهذا القوام هذا، ممكن تضيفوا يعني كميه ديال القهوه واحده اخرى. انا غادي نضيف كميه قليله منها،
هانتوما كنحاولوا نخلطوها مزيان. بعد ما كنخلطوها مزيان كتصبح بهذا الشكل هذا، وكتطبقوها على البشرة ديال الوجه ديالكم، اليدين ديالكم، الرقبة أيضا إلا فيها مشاكل، وكتنتظروها حتى كتجف. بعد ما كتجف كتحسوا بها، يعني كتجف بدل بشرة الوجه ديالكم. أي وصفة البنات بخصوص علاج تجاعيد كنصحكم بأنكم ترولاكسوا عليها، ما تحاولوش تهضروا، ما تحاولوش تجمعوا، ما تحاولوش تضحكوا أيضا، باش هكذا ما تنعكسش عليكم الوصفة، عوض ما تعطيكم إيجابيات تعطيكم سلبيات، لأنه إلا ضحكنا كنزيدوا من النسبة ديال التجاعيد أو من الحدة ديال التجاعيد. فداكشي علاش أي وصفة فيها مكونات كيعالجوا التجاعيد فخصنا نبعدوا على أي حاجة تقدر تضحكنا ولا حتى المحادثة يعني بيننا وبين شخص آخر. فهادشي اللي كاين. بعد ما كتخليوها تجف وتنشف مزيان، كتعطيوها الوقت ديالها حتى كتجف، من بعد ما كتحسوا بها جبدات البشره ونشفات كتغسلوها بالماء الدافئ والصابون ولا الغسول، باش هكذا ما تبقاش فيكم ريحه ديال صفار البيض. ومن بعد كدهنوا البشره الوجه ديالكم بكريم زيت فازلين اللي بغيتوا، اللي حبات الخاطر، وعلى حسب نوعيه البشره اشنو يعني كيناسب ليها وشنو كترتاحوا فيه اكثر، واش زيوت واش كريمات ولا فازلين. المهم دائما نجتمعوا مع بعضنا البعض ونتفاهموا على نقطه الترطيب، باش ما كان المهم هو نرطبوا وجه ديالنا. فهاد الشيء اللي كاين باش هكذا ما نتعرضوش للشيخوخه المبكره وما نتعرضوش للتجاعيد، والبشره دائما تبقى فيها حيويه و يعني واحد لابغيونس هكذا يبان في بشره الوجه. فهاد الشيء اللي كاين، هذه الوصفه ديال اليوم زوينه وزوينه بزاف وكتستحق منكم التجربه. نتمنى اي شخص يجربها ويرجع لهذا الفيديو يكتب لنا في التعليقات كيفاش جاتكم الوصفه بعد ما جربتوها. ما تنساوناش بالبيك لايك مع الاشتراك في القناه، مع تفعيلكم زي الجرس، معناكم تخليو لنا جميع يعني التعليقات والاقتراحات والاستفسارات ديالكم في لي كومونتير. موعدي معكم جديد في فيديو قادم ان شاء الله.